ورحمة الله وبركاته. بناتي العزيزات، أهلاً ومرحباً بكم في مراجعة عامة على نص طريق السلام للصف الخامس الابتدائي. هيا بنا نقرأ السؤال الأول. سين واحد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، معنى كافة أفرادا جميعا متفرقين. هيا بنا نرجع إلى الآية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذه كانت دعوة عامة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، هل أفرادا أم جميعا أم متفرقين؟ طبعا جميعا. اثنين، مفرد خطوات، هل هي خطة أم خطوة أم خط؟ هي يا بنات خطوة. ثلاثة، جمع عدو، أعداء أم عداوات أم عداؤون؟ جمع عدو يا بنات كما ذكرنا في الكلمة وجمعها، ها هيا بنا أعداء. هيا بنا إلى سؤال رقم ب. بما أمرنا الله تعالى في الآية؟ ذكرنا من قبل يا بناتي عند شرح نص طريق السلام أن الله أمرنا في هذه الآيات بشيء. ما هو؟ هيا بنا نقرأ الآيات مرة أخرى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة أسلوب أمر. هنا أمرنا الله بإيه؟ بالدخول في طريق السلم، أي في طريق السلام. لماذا أمرنا الله بالدخول في طريق السلام؟ لأنه يحقق للإنسان الأمن والاستقرار. يا بناتي نقرأ سؤال جيم. عن أي شيء نهانا الله تعالى في الآية؟ وعندما نقول نهانا، إذا لابد أن نبحث عن أسلوب نهي. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا نهانا الله تعالى في هذه الآية عن إيه؟ عن اتباع خطوات الشيطان، لأننا نعلم جميعا أن طريق الشيطان هو طريق الفساد والخصام الذي يؤدي إلى الخوف والقلق والعداء بين أفراد المجتمع. هيا بنا نكتب إجابة هذا السؤال. هنا يا بناتي للسؤال دال. استخرج من الآية أسلوب نداء. هيا بنا نقرأ الآيات مرة أخرى. قبل أن نقرأ الآيات يا بناتي لابد أن نبحث عن آداب النداء. فهنا في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. إذن هنا أسلوب النداء يا أيها الذين آمنوا. هيا بنا نكتب. هيا بنا إلى السؤال التالي. استخرج من الآية أسلوب نهي. هيا بنا نقرأ الآيات. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أين أداة النهي هنا؟ هي لا. إذن أسلوب النهي هنا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هيا بنا إلى السؤال رقم ه. ما الجمال في إنه لكم عدو مبين؟ أخذنا في
مواطن الجمال السابقة؟ قل مواطن الجمال في هذه الآيات. وقلنا لابد عندما نتطرق إلى أي جمال أن ننظر أولا إلى الجملة، هل فيها أي نوع من أنواع الأساليب؟ إذا وجبنا أي أسلوب، كان أمر أو نهي أو نداء أو أسلوب مؤكد بإن، نذكره أولا ثم نوضح غرضه. فهنا في هذه الجملة إنه لكم عدو مبين، أسلوب إيه يا بنات؟ أسلوب مؤكد بإن، وهو أيضا تعبير جميل يؤكد عداوة الشيطان لمن يا بنات؟ الإنسان، إنه لكم عدو مبين. هيا بنا إلى السؤال الثاني، أكمل خريطة الكلمة الآتية. كلمة مبين، كما تعودنا خريطة الكلمة يا بنات بتتكون من المعنى والمضاد والنوع والجملة. فكلمة مبين ما نوعها؟ هل هي اسم أم فعل؟ تعودنا عندما لا نعرف ندخل على الكلمة ألف ولام، إذا قبلت الألف واللام فهي اسم، وإذا لم تقبل فهي فعل. مبين، المبين قبلت أم لم تقبل؟ قبلت، فنقول ها النوع اسم. كلمة مبين معناها يا بنات مبين إنه لكم عدو مبين، أي واضح وظاهر. ومضاد كلمة مبين يا بنات شيء واضح أو شيء ظاهر، إذا عكسه أو مضاده شيء مختفٍ، شيء مختفٍ. طيب نريد أن نضع كلمة مبين في جملة، الجملة إيه يا بنات؟ ما منكم تعرف؟ نريد جملة بسيطة، نقول الشيطان عدو مبين للإنسان. بناتي فراشات الصف الخامس، أتمنى لكم دوام النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.